سؤال واحد إلى سعادة الوزير التجارة والصناعة السابق الشريعان. اسمك الكامل سيدي؟ فهد. الوالد الله يرحمه. سيدي سؤال واحد، هي شغلة الأسعار ليش دائما عليها علامة استفهام؟ والله على عمرك اليوم الأسعار في العالم كلها اليوم نجد هناك في تكاليف زادة وسلاسل غذائية وخصوص غذائية، واللي حاصل في أوكرانيا وروسيا أمور كثيرة حدثت جعلت من هذا الأمر غير يعني يسمونه الغلاء المستورد. فهذا الغلاء ما تقدر أنت تتحكم فيه. اليوم إحنا نشوف الدول اللي حوالينا، ترى إحنا بالنسبة لبعض الأسعار خصوصا إحنا ترى المواد الأساسية مدعومة من وزارة التجارة، المواد الأساسية للمواطن الكويتي والخليجي اللي مقيم بالكويت حق التموين طال عمرك، بس هذه كلها موجودة بالتموين، كلها كل المواد الأساسية ملوث مالة المطاحن البسكوت هذه كلها موجودة، بس هو التجار ماسكين 70% طال عمرك من 70%. هذه وكالات قديمة وما موجودة. ثانيا احنا ما نقول في صنف واحد، في عشرات الأصناف. صح، في عشرات الأصناف في كل شيء. ممكن انت يكون عندك رجال الاختيار، احنا ما نأيد ارتفاع الأسعار، انما هناك سلع ممكن تكون مكلفة اليوم في أوروبا لا لا والله، بس هو طال عمرك النواب ناخذ من كلامهم يقولون ان يطلبونك خاصه بشغله تودي الادويه من الحين سعاده الوزير مازن سعد الناهض اخونا بعد منه ما شاء الله، وحتى احنا يقولون اروح اكشف عفوا على المخازن. انت هالخطوه سويتها بعهدك بوزاره التجاره؟ ما اذكر انا صار مثل هذا او صار ما صراحه لا. انت كشفت على المخازن؟ اي مخازن؟ مخازن التجار وما حاليا جنان بوشهري والحجراف يقولوا له وغيرهم يقولوا روح اكشف. في جولات تفتيشية وفي أمور معينة. هم ليش يخزنون؟ في قانون اسمه 75/70 يعني في يعطي صلاحية الوزير التجارة الله يحفظه. اي والله احنا قاعد نقابله عشانكم يا المواطنين، نقول له الأسعار الأسعار. اي والله احنا لما نجي نتكلم على مثل هذه الأمور احنا يعني انا قاعد اقول لك في البدايه اليوم احنا في مكان يعني اليوم احنا نودع الناس اللي الله اخذ امانتهم يعني. لا بس هو لكن اتحاد الجمعيات بعد الله يسامحه بإيجاز احنا نتكلم على موضوع ان هذا القناة مستورد وليس محلي. راح يرتفع بعد؟ ما نقدر نقول لا يرتفع، يمكن ينزل. زين وين سلع اللي اول ماركه التعاون مالت الجمعيات ليش اختفت؟ هذا اتحاد الجمعيات التعاونيه وزاره الشؤون عندهم في انت ايامك حركتهم؟ ما كنا نتحدث على هذا، بس احنا صار لنا شهرين احنا انا قاعد بوزاره الشؤون شهرين بس يعني ما مدانا حتى نفكر بسرعه. احنا اغنى دوله بالعالم طال عمرك سيد فهد الشريعان، احنا اغنى دوله وزاره التجاره والصناعه السابقه العالم وعندنا الحمد لله، لكن ما انت كل 95% مواطن غير. زين اخر سؤال طال عمرك، صحيح يقولون ان وزير وزاره التجاره والصناعه بدوله الكويت لازم يكون مقبول من غرفه التجاره والصناعه الكويتيه؟ لا لا مو شرط. ها يعني هاي بشاره منك؟ لا ما اي واحد يبي يسوي وزير مو لازم يرضون عنه. لا لا تجار والنعم اهل الكويت كلهم ان شاء الله خير وبركه وكل يكون بامر توافق. بس هي الحين وكالات اللغط يقولون الوكالات التجاريه ما لغت، صار في حر في وكيل الشركه يمكن ما تبي تعطي له وكيل، ما تبي تعطي واحد ثاني يعني اي واحد الكويت يقدر يجيب هاي سياره تقدر تجيبها، بس من الوكيل الاصلي. يمكن الوكيل الاصلي في عقد بينه وبينه هو يمكن ينسق للمنطقه هذه وانا ما بعطي الوكيل هذا، لكن انت ممكن تروح تجيبها من منطقه ثانيه مو من المصنع نفسه، خصوصا اذا في عقود ممكن المصنع يقول لك لا ووزع حق عده وكلاء. زين احنا عقب هالحكي كله انا بننتقد الحكومه. اي والله بننتقد الحكومه عقب هالحكي ليش ما زادوا الرواتب؟ يعني دام الحكومه نحن الموقره يشوف الاسعار. انا ماني من عضو من الحكومه، لكن اليوم الدوله قاعده تدرس هالامر وقدمت بديل استراتيجي لكن ما صار فيها وقت. يمكن انت لو رجعت وزير شنو راح تصير مع ان شاء الله كل خير يصير او نائب الوزاره موجوده وافضل منه ان شاء الله. تقدر ترجع نائب بعد؟ اي والله انت ولد خيطان والعم كان مشهور سعد اي والله اي والله لازم انت حياك الله العضو تراضين عنه؟ الحمد لله أداء كان زين الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا اللي احنا نبيه. اي والله واحمد نصال الشريعان صدع العضو شو يصير لك؟ عمي احمد اي والله والله شعبيتك قويه رشح رشح تصير عضو نفس الوالد سيد وتر فاعي عضو ونائب وين بيجينا؟ اي والله ان شاء الله احبابك كثير يعني انت تبشر المواطنين بزياده الرواتب؟ ما اقدر اقول شيء انا من جهه رسميه اتكلم لا ابدا ما اقدر اتكلم انا عن الامر، لكن احنا نقول الجماعه بشروا خالص الله العظيم بس ما تنفذ. ايه احنا اللي شفته وقريته انا بالفتره الاخيره اشوف فيه التوجه المعين وفي دراسه. عبد القادر رفاعي ولد عمي يتابع الجمعيات كان حتى ايام وزارتك والحين
يعني في ناس ترى قاعد تتابع الاسعار و... طيب لازم التابع. والعروض ايش رايك فيها عروض الجمعيات؟ احنا ما نقدر نقول هل مقصه فيها مقصه؟ ما نقدر نقول مقصه ونقدر نقول صح، في تجار جشعين نعم، في تجار صالحين نعم، كل مكان مثل يعني لانه هو سوى في تجار صالحين وفي تجار جشعين، وفي مواطن يفهم شنو شيء تقسم نفسه، وفي مواطنين يقدر يقول لك اروح اشتري تعالوا سلموا. والنهايه ايش رايك بالحين الهدنه بين الامه والحكومه؟ سلام لا لا والله ما شاء الله النصران راي ولا جمعيه العلاقات العامه تكلم عن الاسعار ايش رايك سيدي؟ الاسعار الجمعيات والاسعار نار صاير زين، وينكم تطلبون من الحكومه زياده الموقره زياده الرواتب؟ لا رواتب المواطنون اسقاط القروض المساعدات سيدنا. لا انتوا اي والله احنا بس نشور شلون هلا سيدي هلا هلا والله شلونك طال عمرك وينك اختفيت نتكلم مع سعاده الوزير على الاسعار ايش رايك اي والله شوفك سيدي ايش رايك بالاسعار دكتور والله قاعد ترتفع بشكل جنوني اي انتوا ليش ما تتكلمون دكتور على اجراء القناع وينك انت مختفي والله بهالدنيا موجود يعني ما صار صف النجوم شكرا سيدي.